تقرير اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون، يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر تقرير اللجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية حول دراستها لمشروع قانون رقم 15-2 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. لقد خصصت اللجنة لدراسة هذا المشروع 9 اجتماعات استغرقت ما يزيد عن 26 ساعة برئاسة السيد محمد مبديع رئيس اللجنة ومساعدة أطورها وبحضور السيد الوزير كريم غلاب وزير التجهيز والنقل والأطور المرافقة له. في البداية يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد الوزير على العرض القيم والمفصل الذي تقدم به أمام اللجنة وعلى الوثائق الهامة التي تم توزيعها على السيدات والسادة النواب والتي مكنتهم من الاطلاع الوافي على هذا المشروع. واستمعت اللجنة في أول اجتماع مخصص لدراسته إلى عرض السيد الوزير أبرز من خلاله المعطيات الهامة التي دعت إلى التفكير في إصلاح القطاع المينائي، حيث تطرق إلى الثلاث مراحل الأساسية التي مر منها تنظيم القطاع. فقبل سنة 1961 كانت هناك الشركة المغربية للمناولة والتي كانت آنذاك في إطار عقد امتياز بالمناولة على اليابسة تهتم بتسيير المستودع الفحم وبتسويق السمك. وما بين 1961 و1964 تم إحداث وكالة الاستغلال الصناعية. أما من سنة 1964 إلى 1984 فتم إحداث وكالة الشحن والإفراغ ببناء الدار البيضاء والتي تم توسيع مجال تدخلها إلى الموانئ التجارية الأخرى، لتأتي سنة 1984 وتتوج بإحداث مكتب استغلال الموانئ بموجب قانون 684 الذي أغتنم هذه الفرصة للتنويه بما حققه من أجل الإقلاع بالقطاع المينائي في بلادنا. أما إعادة هيكلة قطاع الموانئ والذي أتى به المشروع المعروض حاليا على أنظار المجلس الموقر فلقد أملته عدة اعتبارات نورد من بينها: انضمام المغرب للمنظمة العالمية للتجارة، اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، مختلف التغيرات التي عرفها المغرب على الصعيد السياسي والمؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي التي تفرض نظرة جديدة لتسيير المرفق العمومي والمؤسسات العمومية في إطار البحث عن المزيد من المردودية والفعالية والتنافس الدولية، تزايد اهتمام القطاع الخاص بتسيير المرفق العمومي، ارتفاع عدد الانتقادات المحلية والدولية المتعلقة بسلبيات التنظيم الحالي وانعكاساته على مردودية الموانئ وكلفة المرور، وأخيرا دخول ميناء طنجة المتوسطي مرحلة الإنجاز بامتيازات متعددة. والإشارة فلقد قامت اللجنة بزيارات ميدانية رفقة السيد وزير التجهيز والنقل إلى ورش الميناء يوم الثلاثاء 29 مارس 2005، اطلعت من خلالها على سير الأعمال واستمعت وناقشت في عين المكان دواعي تقديم مشروع هذا القانون والإيجابيات التي يتوخى تحقيقها، خاصة وأن ميناء طنجة المتوسطي سيدخل مع بداية سنة 2007 مرحلة الاستغلال، مما سيؤدي لا محالة إلى تغيرات جذرية وعميقة بالقطاع المينائي. أولا بسبب اتساع منطقة هذا الميناء الجديد، وثانيا لقوة وحجم وخبرة وإمكانيات الشركات العالمية الكبرى التي ستتولى استغلاله والتي تستعمل تقنيات عالية ومتطورة في التدبير والاستغلال، وثالثا الامتيازات الجغرافية والتنظيمية والهيكلية التي يتوفر عليها ميناء طنجة المتوسطي والتي ستترجم كلها بانخفاض تكلفة مرور البضائع عبر هذا الميناء مقارنة مع باقي الموانئ المغربية الأخرى. إن من بين أهم إسهامات هذا المشروع
والتي تعتبر تجديدا بالمقارنة مع التشريعات والأنظمة الجارية للعمل حاليا، نذكر بإيجاز ترسيخ مبدأ أحادية المناولة للرفع من الإنتاجية وتخفيض تكلفة العبور، مما سيجعل الموانئ المغربية مؤهلة لخوض غمار المنافسة، خاصة وأن المغرب يتواجد في منطقة متوسطية تتميز بتنافسية شديدة مع موانئ أوروبية جارة. إدخال المنافسة بين وداخل الموانئ وتحرير الأنشطة المينائية قصد رفع الاحتكار الفعلي والهيمنة الحالية على الخدمات داخل الميناء. تعريف الملك العمومي المينائي، إذ يضع لأول مرة تعريفا قانونيا للميناء والبنيات التحتية والبنيات الفوقية والمحطات البحرية وعتاد ميناء، بنصه على أن بناء الموانئ من اختصاص الدولة مع إمكانية إسناد هذا الاختصاص إلى الأشخاص المعنويين من القطاع العام أو الخاص في إطار اتفاقية امتياز. تحديد مفاهيم الرخص والامتيازات والاستغلال المؤقت وتوضيح مصادر منحها مع ترسيخ اللجوء إلى طلبات العروض. تنظيم الأنشطة المينائية وتحديد شروط مزاولتها مع إلزامية توفر الموانئ على قوانين الاستغلال وتصاميم التهيئة. إلزامية التقيد بدفتر التحملات بالنسبة لكل المتدخلين. تحديد نظام وتوقيت العمل داخل الموانئ. تحديد الوظائف المينائية والفصل بين الوظائف المتعلقة بالسيادة والسلطة المينائية والوظائف التجارية. ويتألف المشروع من 5 أقسام، يتطرق القسم الأول إلى النظام القانوني للموانئ وتهيئتها وطرق تدبيرها واستغلالها، ويحدد نظام الرخص ونظام الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، في حين ينص القسم الثاني على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى الوكالة الوطنية للموانئ، مع تحديد أجهزة إدارتها وتسييرها. أما القسم الثالث فيحدث شركة مساهمة تكتتب الدولة في مجموع رأس مالها وتقوم في إطار المنافسة مع الأشخاص المعنويين بممارسة الأنشطة التجارية المينائية. وجاء القسم الرابع بأحكام مشتركة بين الوكالة والشركة، خاصة فيما يتعلق بالأصول والممتلكات والموارد البشرية. وحدد القسم الخامس من المشروع أوقات العمل داخل الموانئ، ووسع تطبيق أحكام شرطة الموانئ البحرية التجارية لتشمل موانئ الصيد والترفيه. كانت المناقشة خلال اجتماعات جادة وغنية، أجمع من خلالها السيدات والسادة النواب على التنويه بالدور الحيوي والهام الذي لعبه مكتب استغلال الموانئ وسائر أطوره ومستخدميه مما ساهم في نمو القطاع. وأنوه بهذه المناسبة بالسيدات والسادة النواب الذين أثروا النقاش بتدخلاتهم وتعديلاتهم التي أدخلوها على النص وقابلتها الحكومة لوجاهتها. وتنبغي الإشارة في الأخير إلى أن المشروع بصيغته النهائية وقفت عليه اللجنة بالإجماع. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً سيد المقرر.